اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، وحلقه جديده من برنامجكم تأملات انسانيه، الموسم الثالث بيت العيله. والنهارده عندنا خناقه كبيره قوي وهنحتاج يبقى في فض اشتباك، لان موضوع حلقتنا النهارده ماخوذ عن مقاله للكاتبه الاستاذه شيرين حمدي، الكاتبه السكندريه الاستاذه شيرين حمدي. وعنوان حلقه النهارده هيكون الرجل لا يكتفي بواحده. هنعرف هل الرجل لا يكتفي بواحده ليه، وهل الرجل ليه حق انه لا يكتفي بواحده، وسلوك الطرف الثاني يبقى ايه لما الراجل لا يكتفي بواحده. واسمحوا لي قبل ما استرسل في الحديث في موضوع حلقتنا النهارده ارحب بضيفتنا المطربه الفنانه السكندريه الاستاذه ياسمين السكري، وهي ضيفتنا جايه من اسكندريه مخصوص عشان برنامجنا النهارده، وبنرحب بيها وبنقول لها سعداء جدا بوجودك معانا. انا اسعد والله. الله يخليك. وارحب بزميلاتي الاستاذه نبيله صبحي ووسام باري ونور اسامه، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه موفقه. وخلونا كده يعني في البدايه، في بدايه الحلقه ندي نصيحه للراجل. انا لما اعلنت على الحلقه في على السوشيال ميديا وكده، فوجئت ان احد اصدقائي بيبعت لي رساله بيقول لي على فكره المفروض تستضيفني في البرنامج ده. فبقول له ليه؟ اعرفه من 31 سنه، فاكتشفت قدرا امبارح ان هو متزوج من اتنين، يعني عنده زوجتين. فقعدنا نتكلم، فسالته في وسط الكلام كده هل لو الزمن رجع بيك تاني هل كنت تاخد القرار ده؟ قال لي لا خالص ما كنتش هاخد القرار ده. فكنا بدانا كلامنا عن موضوع الزواج باخرى، ولقيته ان هو فعلا يعني مش مرحب، راجل في كيس في حاله عمليه ان هو مش مرحب ان هو يرتبط باخرى او يتزوج اخرى. وخلونا ندي نصيحة للزوج قبل ما تبدأ تخش في علاقة تانية، أو قبل ما تفكر أن أنت تاخد قرار الزواج بأخرى، لازم فرض عين عليك أن أنت تفكر في الإصلاح داخليا الأول. مفيش حد فينا خالي من العيوب، كل واحد فينا في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي. فقبل ما تفكر أن أنت تنصرف لعلاقة تانية سواء بشكل شرعي أو بغير شرعي، فرض عين عليك أن أنت تحاول تصلح ذات البين وتصلح جوه البيت الأول. وخلونا نسمع من زميلتنا نبيله صبحي كده، هتكلمنا عن بصفتها بقى مصممه ازياء، تكلمنا عن اهتمام الزوجه بالزوج وايه الحاجات اللي بتخليه يعني يبعد عن البيت، وايه الحاجات اللي تشده للبيت تاني وكده. تمام، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. هنتكلم النهارده عن الالوان. انا يعني كمصممه ازياء ممكن نقول ازاي ان الست تخلي الراجل يبقى مهتم بيها اكتر في الالوان. نشوف البرج بتاعه ايه، يعني نوع البرج، سواء كان الاسد بيبقى اللون الاسود، سواء العقرب بيبقى الاحمر، وهكذا. يعني بنشوف الالوان دي بتنعكس عليه بحاجه في البيت، يعني بيبقى نفسيته هاديه، بيبقى مثلا جو البيت كويس. تشوف اي حاجه في البيت ان هي ممكن تخليه نفس اللون اللي هو البرج بتاعه، دي بتفرق معاه طبعا جامد قوي. تاني حاجه ان هي يعني هو جاي من البيت، جاي من الشغل، ابتسامه كويسه، ممكن تسيبه ان هو يخرج مع اصحابه، لبسها تكون برده كويس، ان هي تلبس كويس، مش تلبس اي لبس، تبقى طبعا طبخه وكده ريحتها توم وبصل ومش عارفه ايه، لبس شيك، تساله ان هو جاي من الشغل لو جاي متضايق في ايه، بتساله برضو يحب ياكل ايه. هو برضو ان هو لازم كمان هو كمان يهتم بيها، يوم ممكن يخرجها، ممكن يوم يجيب اكل لو لقاها تعبانه في البيت بيجيب اكل جاهز مثلا، يطلب دليفري ولا حاجه، ده مش على طول، وبرضو يساعدها في البيت. بس يعني دوت حاجات من ضمن ان هي كلمتيني كمان عن مدح الزوج، حاجه جميله قوي مدح الزوج. ان مدح الزوجه، الزوجه تمدح جوزها دايما طبعا قدام اهلها، ما تقولش اي سلبيات قدامهم، لان ديت بتنعكس بعد كده عليه، بتاثر طبعا في نفسيته. تاني حاجه برضو هو لو عارفه المود بتاعه ان هو مثلا عصبي، لو بتحب تتكلم مثلا جاي من الشغل وهي عارفه ان هو بيبقى عصبي، ما تتكلمش في اي مشكله ان هي مثلا بتقابله، لا تخليه يهدى شويه وبعد كده ايه يتنقل شوف المشكله دي. اهم حاجه ان هو يكون بينهم التفاهم والموده والرحمه يعني بين الزوجين. احنا قاعدين نوصي على الزوج والزوجه على الزوج دايما. هي نبيله بدأ توصي على الزوج الزوج الزوج، واحنا خالص مش بنتكلم عن الزوجه وعن احتياجاتها النفسيه.
عن هي عايزه تحس بالاهتمام. عايزين نقول لكل زوج، الست بتتعب جدا في البيت، بتتعب في الشغل، الست العامله بترجع طبعا تعبانه، نفسها تسمع كلمه حلوه، نفسها تحس بالتقدير. يعني قدروا زوجاتكم، حسسوهم بالاحتواء، حسسوا الزوجه ان هي لها اهميه، حسسها ان هي اهم حاجه في حياتك، ان هي مهمه عندك، ان هي الدنيا كلها. يعني احب ان كل راجل يفكر كتير قبل ما يجرحها ويزعلها، قبل ما يبص لواحده تانية، يحس ان ربنا خلق له زوجته اللي هي من نفسه، اللي هي اهم حاجه عنده، هي ام اولاده، هي الدفء والحنان والرعايه، هي الحضن، هي يعني هي كل حاجه حلوه في الدنيا. هي يعني ربنا خلقها في الكون عشان تكون هي امنا واختنا وصاحبتنا وكل حاجه جميله. فارجوكوا الست دي لازم لازم يكون لها احترامها ومكانتها في المجتمع، لازم يكون لها قدرها، يكون لها احترامها. يا جماعه الاحترام، الاحترام هو اهم من الحب، اهم من كل حاجه، هو بيجي في المثلث الاول في الهرم من فوق، بعد كده الاحترام، وبعد كده بيجي الحب، بعد كده بيجي التقدير، الماديات، كل الحاجات. فارجوكوا ارجوكوا الاحترام والحب والثقه وكل الحاجات الكويسه بين الزوجه والزوج. احنا مش بنحارب، دي اسره واحده مبنيه على الحب والاحترام والاولاد. نبيله، اعتقد كنت عايزه تسالي الضيفه، قلت لي عايزه اسالها هل قله الاهتمام ده، كنت عايزه اسال قله الاهتمام بتخلي الزوج ان هو يتجوز واحده تانية؟ أو يعني تديله او ينزل الحق، أو تديله حق ان هو مثلا يشوف واحده تانية او ينظر لواحده تانية، او يعني تزوق بمعنى صح؟ الحقيقه يعني غالبا كل اللي بيفكر ان هو يتعرف بحد تاني او يتزوج من حد تاني او كده هو قله الاهتمام. يعني لان كل رجل يعني جواه طفل. انت بتؤيدي الراجل في الجزئيه دي ان هو لا 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 والله مش بايده. طب انتوا عارفين ايه دوافع اساسا الراجل ان هو يفكر في واحدة تانية، في زوجة تانية او كده؟ طيب هو طبعا يعني اولا زي ما ربنا قال اكيد فكرة الانجاب ده اكيد ان لو في ان ما تقدرش ان الزوجة ان هي تنجب فان هو بيلجأ لاخرى. طب ماشي خلاص تمام، دي حاجة وعرفناها. طب غيره بقى، احنا عندنا الراجل بطبعه طفل، بطبعه من وهو صغير من اول ما بيتولد طبيعته البيولوجيه ان هو عنده غريزه العين الزايغه زي ما بنقول بالظبط. لا غلابه والله لا لا بتطير علينا والله. لا انتوا اللي فاهم في جزء لا وفي كمان برضو بالظبط يعني هو بيحب يطول في النظره عادي جدا، تبقى معاه مراته ومفروض ان هي ماليه عينه وبيحبها كمان. هو ربنا خلقه كده جايز علشان يعني لا هو عامه برضو ايه يعني في احصائيات وفي دراسات كمان بتقول ان هو في عنده الغرور، الراجل بطبعه كمان عنده حته الغرور والانا، عنده الانا عاليه قوي، ان هو بيبقى عايز دايما حواليه ان هو عايز يبقى حاسس بان هو يقدر مسيطر، ان هو شخص يقدر ان هو يخلي اي واحده سهله ان هو يقدر يوصل لها، مع انهم مش فاهميننا خالص بصراحه في النقطه دي بس ماشي. عندهم برضو حته الراجل لما بيكبر بيبقى عنده المراهقه زي ما بنقول المراهقه المتاخره، هي اسمها المراهقه الثانيه. المراهقه الثانيه دي مثلا بتنعكس ازاي؟ ان ابنه بيبقى كبر فبيشوف ابنه بيعمل ايه فبيبقى عنده احساس ان هو عايز يعمل زي ما ابنه بيعمل. الشباب انه ما راحتش عليا. كمان زوجته لما بتبقى كبرت طبعا هي ربت وشالت اتهدت زي ما بنقول، بس هي لما بتوصل للمرحله دي بتبقى خلاص هو بيبقى لا انت ليه بتعملي كده، انت المفروض تشاركيني، انت المفروض تخليني احس ان انا دايما شاب. فساعتها بيلجا لايه بقى؟ للاسف لما بيلجا لواحده اصغر منه عشان تحسسه بشبابه. وهو ساعتها لما بيجي بيفكر بان هي شايفاه الراجل الناضج، مش شايفاه ان هو راجل كبير. لا الشعر الابيض طبعا اللي هو النضج وعرفنا بقى خلاص كل حاجه. احيانا للاسف موضوع الخلافات دي او ان هو ينصرف لواحده تانية او حاجه زي كده يا استاذه وسام ساعات للاسف بتوصل للطلاق. يعني أيوة. انا عندي نسبه هنا من رئاسه الوزراء بتقول ان كل دقيقتين ونص في حاله طلاق يا جماعه. يعني بجد كل دقيقتين ونص في حاله طلاق، غير ان بيعلم المواليد كده بينتج عنها يا جماعه 7 ملايين طفل مشرد. ارجوكوا ارجوكوا خدوا بالكم، ارجوكوا اولادنا دول احنا قلنا امانه عندنا. يعني ازاي احنا بنتجوز ونخلف ونسيبهم كده؟ يعني ما يهمناش، كل واحد يدور على نفسه، يحب حد تاني، يتجوز حد تاني، مش همه خالص الاولاد دول يعملوا ايه، حالتهم النفسيه يحصل لها ايه. لما يكبر ممكن يكونوا معقدين، ممكن يبقوا مجرمين،
ممكن ربنا يقف جنبهم يبقوا كويسين. بتحصل كتير بتأثر عليهم. ايوه بتأثر عليهم كمان في حياتهم في الزوجيه، او يعني لو هو لما يجي يحاول ان هو يرتبط بشريكه حياته بتأثر عليه ان هو ازاي هيختارها، هيقدر انه يكمل ولا لا، هيفشل هينجح كده. في بيبقى ساعات اصرار كمان. وموضوع الارتباط باخرى ده بيضعف مفترق طرق على فكره لما الزوجه بتكتشف، يعني لما الزوجه بتكتشف يعني محدش بيتقبل. يعني هل ممكن الست مضغوط اكتر على فكره برضو؟ هل الست ممكن هل الست يا نبيله ممكن يا جماعه تتقبل ان هي جوزها يتجوز عليها؟ هل تقدر هل حضرتك تقدر تكمل معاه بعد كده؟ يعني ممكن هو ما فيش اي هي كده. الست عموما ما عمرها ما مش بتتقبل طبعا موضوع ان جوزها يتجوز عليها او يخونها. بس هو يعني في مجتمعنا الشرقي في بعض النماذج المحدوده، في نماذج يعني محدوده بعض النماذج، لو بس عموما الستات حاسه مثلا بانخفاض مستواها الفكري الثقافي الاجتماعي وممكن برضه عدم الانجاب. طب تنصح تقول لك دل راجل ولا دل حته؟ لا لا، لا بس حتى مهما كانت هي مش حباه، بس بتتضايق يعني حاجه زي كده بتضايقها، كسر الكرامتها حتى لو يعني من جواها، حتى لو مش هتقول برضه بسبب ان هي مثلا ايه بتبقى مثلا عدم الانجاب، يعني دي بتبقى برضه دي بتبقى موضوع تاني، يعني بتضطر ان هي تخليه زوجة تبقى زوجة تانية. يعني الخيارات يا نور مثلا اللي تبقى مطروحة قدام المرأة لو اكتشفت خيانة زوجها مثلا او كده؟ لا، هي لو اكتشفت خيانة زوجها دي طبعا انا عارف شريرة. لا 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 هو في حاجة بس عشان احنا برضو نبقى في ستات كتير بتحب تحافظ برضو على بيتها، ولما تيجي بتفكر بان لا بيتي وولادي وكده. فاللي انا بقى حابة ان انا اسأله لحضرتك، طب لو هي حابة ان هي ترجع بقى زوجها بعد ما الفاس وقعت في الراس خلاص ان هو دلوقتي لجأ لواحده تانية، تفتكري ايه ممكن تعمله؟ يعني تعمل ايه عشان ترجعه؟ تسحبه تاني ازاي؟ ترجعه البيت الزوجيه تاني ازاي؟ ارجعه عشت الزوجيه. بالظبط. يعني اكيد بقى ان هي تهتم بنفسها مثلا، تكون صديقه ليه قبل ما تكون زوجته، يعني عارفه نقاط الضعف هي. بالظبط كده اللي هتجيبه بيها بقى. يبقى الاحترام واجب بين الاثنين جدا، الاحترام. بس يعني يقعدوا كده قاعدة تصحى يعني ويصلحوا الدنيا. عايزين نسمع يا خاين مالكش امان. احنا نسمع اغنية جميلة جدا للفنانة ياسمين السكري، بس في الفاصل احنا منتظرين دلوقتي مداخلة تليفونية من استاذ احمد محروس المستشار القانوني وراجل الاعمال المحترم. ويعني انا حابب برضو ادي يعني نصيحة للزوجة وللزوج، نصيحة للزوجة وللزوج ضروري جدا ضروري جدا، ويمكن اتكلمت معايا نبيلة في الموضوع ده، نصيحه للزوج وللزوج ان انت لازم 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 تكسر روتين الحياه ببعض الحاجات المجنونه، حاجات الرومانسيه كده. الست مثلا تعمل لجوزها اكله حلوه، تاخد العيال توديهم عند مامتها وتعمل قعده رومانسيه كمان حلوه. وهو كمان طبعا هو كمان يا كل حاجه اللي تعمل هو يعملش ليه يا جماعه عليهم الاثنين مش عليهم. وفي ابراج معينه على فكره بتبقى عينيها زايغه قوي يعني. ايوه في ابراج فعلا عينيها زايغه. مش عايزه ازعل الناس. ايوه انا عارفه الابراج دي. حضرتك لا، وبرج الميزان برج الميزان برج الميزان فظيع يعني. في الراجل ولا في الست؟ لا في الراجل. الراجل انا مش عايزه ازعل حد. هل هو مزواج بس ولا بيبص بس؟ لا ليه علاقات كتير. لا لا بجد في ست تحب جوزها يعرف ستات كتير لكن ما يتجوزش عليها. دي ست كده بيقول لك ده مجردح بقى هو كده كده. وعلى فكره انا راجع. لا وعلى فكره انا شفت يعني في نموذج قد كده. طيب اسمحوا لنا ناخد مداخله تليفونيه معانا المستشار القانوني استاذ احمد محروس ورجل الاعمال المحترم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا يا محمد بيه، ازي حضرتك؟ منورين الدنيا كلها. سعداء بوجود معاك معانا. انا اللي اسعد يا فندم بوجودكم معايا. بنرحب بيك انا وكل زميلاتنا الموجودين في الاستوديو. اهلا بيك يا مستشار، منورين يا فندم، منورين مدينه الانتاج الاعلامي. اهلا بيك احمد بيه. احنا عرفنا ان حضرتك قمت بعمل مؤتمر المراه سر جمال الكون، فمن وجهه نظر حضرتك بقى انت فتحت نفسنا جدا، احنا بنحترمك جدا على فكره، كل ستات مصر يعني هيعملوا لك تمثال. المراه سر جمال الكون من وجهه نظر حضرتك لله. اتفضل بقى وضح لنا المراه سر جمال الكون. المرأة سر جمال الكون يا فندم، لأن الراجل بيقضي حياته كلها أو دورة عمره كلها مع المرأة، فهو بيبتدي معاها وهو طفل صغير، لأن هي بتكون والدته اللي بتربيه وتنضجه وتنميه حتى يصبح رجلا. وبعدين بعد ما بيصبح رجل وبينضج بيجد امرأة أخرى بتشاركه اهتماماته وطموحاته وأماله وكذلك أحزانه في الدنيا، وهي زوجته.
وفي النهايه في شيخوخته خالص ما بيبقى ضعيف وعجوز وهرم ومريض، ما بيجدش غير بنته هي اللي بترعاه. الله. فالمرأة سر جمال الكون، لأن هي أجمل حاجة في الكون، لأن دورة عمرنا كلنا كرجال مرتبطة بالمرأة، فلازم إحنا نكون متحيزين للمرأة. اللهم كسر من أمثالك يا أستاذ أحمد بجد. ده مين البارع اللي اختار الاسم ده؟ المرأة سر جمال الكون، مين اللي اختار الاسم ده؟ هل هي فعلا سر جمال الكون؟ متهيألي حضرتك يا مسعادة الكون. جمال الكون وسعادة الكون. كنت عايزة أسأل حضرتك أستاذ المستشار، الاهتمام بين الزوجين وازاي ان كل واحد منهم يتنازل عن، لو فيه مشكله ما بينهم ازاي ان كل واحد يتنازل عن حقه فيها شويه يعني، او يتغاضى عنها. تمام. هو في البدايه طبعا لازم يكون كل الرجال مدركين ان الفتاه عندما تركت بيتها اللي هي كانت موجوده فيه وراحت عشان تتجوزه، فهي تركت في هذا البيت تركت ابوها واخوها وعمامها واخوالها، تركت كل هؤلاء الرجال في حياتها لاجله هو. فعليه هو ان يكون لها كل هؤلاء، ان يكون لها الاب والاخ والعم والخال والزوج والصديق ايضا. فبالتالي ففي حاله الغضب مش مفروض ابدا ان المفروض عليه ان هو يحتويها، ياخذها بين ذراعيه، تفرغ عنده شحنه الغضب بالكامل ويطيب خاطرها، وبعدين بعد كده ممكن يتفاهموا على اي حاجه. كنت عايز نور اعتقد تتكلمي، هل حق الزوج في الزواج مطلق؟ الزواج باخرى او حاجه؟ اه هي انا برضو كنت عايزه اعرف، هو اكيد مش اي سبب يخلي الزوج ان هو يروح يتجوز واحده تانية يعني مش لقى مثلا تقصير في البيت شويه، او ان هو عنده وجهه نظر ان هي قصرت من ناحيته بحاجه، ان هو كده ان هو يلجا لاخرى، صح ولا؟ والجانب القانوني كمان، حضرتك كنت كلمتنا يعني عن تجربه تونس في حاجه زي كده يا استاذ احمد. والله يا فندم الجانب القانوني في النقطه ديت انا 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 كان عندي له رؤيه بسيطه في النقطه ديت، ان انا شايف انه سواء تعدد الزوجات او بعد الشر الطلاق او الانفصال ما بين الزوجين، لا يجب ان يكون هذا القرار مطلقا في يد الرجل. هو حق شرعي للرجل، ولكن يجب ان يكون له نطاق او حدود، اللي بيراقب وجود هذه الحدود وتطبيقها هو القاضي، هو محكمة الأسرة عندنا في مصر. ودي التجربة اللي كانت سبقت تونس فيها، ووضعت هذه الامور في يد القاضي او في يد القاضية اللي هي محكمة الأسرة. فإذا كان الرجل شايف إن في بينه وبين زوجته خلاف أو سبب ما يريد من أجله إن هو يعدد زوجة يعني يتزوج عليها، أو لا قدر الله ينفصل، بيشرح الكلام ده كله، بيشرح أسبابه في مذكرة يرفعها للقاضي، والقاضي هو اللي له مطلق الحرية، إما أن يذله بالتعدد أو بالانفصال أو لا يذله. محتاجين تعديل في القانون يا أستاذ أحمد؟ محتاجين تعديل في القانون؟ إحنا محتاجين؟ أنا شايف إن إحنا محتاجين تعديل في القانون، في القانون المصري. في القانون المصري، في قانون الاسره، قانون الاحوال الشخصيه. احنا محتاجين حلقه كامله بقى يا جماعه عن الطلاق بقى. وعدنا يا استاذ احمد ان حضرتك تكون ضيف معانا كده لو ظروفك سامحه الحلقه الجايه او اللي بعديها. باذن الله يا فندم. ننسقها مع بعض ان شاء الله خلال الاسبوع ده. يكون لي الشرف، واحب ان احنا نتكلم في الموضوع ده بتوسع نظرا لازدياد نسب الطلاق في المجتمع المصري. ده شرف ليا. ملوش لازمه وملوش مصداقيه. شرف ليا يا استاذ احمد. شرف ليا انا يا فندم. شرفتنا بجد. سعداء بمكالمه معاليك، وان شاء الله تكون ضيف عزيز علينا حلقه قريبه ان شاء الله الجايه او اللي بعديها اكيد، ووعد من حضرتك. انا الاسعد بوجودكم جميعا، وخالص الشكر يا محمد بيه، وبرنامجك اكتر من رائع، وربنا يوفقك دايما. شكرا لحضرتك، نورتنا. اسمحوا لنا دلوقتي نطلع لفاصل ونسمعكم اغنيه جميله كده للمطربه الجميله اللي مشرفانا في الاستوديو، ضيفتنا النهارده الفنانه ياسمين السكري، وانتظرونا بعد الفاصل.
جميله قوي الاغنيه بجد اللي احنا سمعناها دلوقتي. كنت عايزه بقى اسالك ايه الخطوات الفنيه بقى المقبله اللي انت ايه ناويه عليها باذن الله ان شاء الله يعني كده الفتره الجايه؟ هو انا بحب الفن طبعا جدا، وناوية ان شاء الله بقى ان انا اعمل اغاني تانية. ليكي اغاني كتير؟ انا شفت لما عملت سيرش على اليوتيوب. ليه اغاني كتير. ان شاء الله عايزة اسأل سؤال خاص بالبرنامج، يعني هل المواهب اللي عند الست ممكن تستغلها لانجذاب الراجل كده ولا؟ ازاي بقى؟ قولي لنا. اكيد يعني هو الراجل طفل زي ما قلتوا، وبيبقى محتاج برضو ان حد برضو من ضغوط الحياة وضغوط الشغل وكده ان حد برضو يبقى معاه ترفيه، يدلعه شوية بالظبط. أيوة كده يعني مثلا تغني له كده ولا تعمل ايه يعني؟ طب تغني له يعني زوج المستقبل بقى هيسمع اغاني ليل ونهار وكده. طب خلينا كده برضو اعرف حاجة كده اخيرة ننهي بيها الموضوع. هل شريك الحياة لو الاختيار يعني كان غلط بيخلينه يلجأ لحد تاني؟ يعني الراجل دلوقتي مثلا نقول ان هو جواز صالونات، لو شريك الحياة طبعا احنا ساعتها مش عارفين اذا كان ولا لا، الفترة بتبقى قصيرة والكلام ده، بيخليه ان هو فعلا بيبقى سبب انه يلجأ لحد تاني من بره، يرتبط بحد تاني بالظبط فعلا. انا ده اللي كنت برضو عايزة اتكلم فيه، ان ساعات الراجل مثلا بيتسرع بيخلي حد مثلا يخطب له مامته كده، ويتفاجأ بعد كده ان التفكير مختلف، يعني هي دماغ وهو دماغ فبيتصدموا. يعني ما كانش في فترة كافية يعني ان يعرفوا بالظبط. لا عموما يعني فترة الخطوبة بتبقى متجملة للطرفين، الحقيقة بتبان بعد عايزين نختم الزواج. عايزين نختم بقى بأغنية للفنانة ياسمين السكري. هتسمعينا ايه يا ياسمين؟ حبك قدر. حبك قدر معانا على الماينة. قدر معانا على الماينة. من الأغاني اللي أنا بعتز بيها من كلمات الأستاذ علي مدكور. طيب أنت هما الأغنية مش جاهزة معاهم في الكنترول، ممكن تسمعينا من غير مزيكا؟ اوكي. حبك قدر مجروح وقلبي دهدر، قلبي اللي قرب يبقى بور محتاج مطر. حبك قدر مجروح وقلبي دهدر، قلبي اللي قرب يبقى بور محتاج مطر. لو جابوا سيرتك في الكلام بل الحروف صبحت هنا ترى ده ما فيش على الأحلام ملام، أحلامي صبحت ممكنة. لو جابوا سيرتك في الكلام بل الحروف صبحت هنا ده ما فيش على الأحلام ملام، أحلامي صبحت ممكنة. والله لو تبعت حرام يا همسة عيشة فوق وطر. حبك قدر. حبك قدر، الله عليك. برافو برافو، الله عليك. حبك قدر بنقولها لكل زوجة وكل زوج، حبك قدر، وزوجتك هي اللي ربنا كتبها لك. لو ربنا مش عارف ان فيها الخير ما كانش كتبها لك في البداية. مش كده؟ لو حصل بينكو حاجة لو حصل حاجة بينكو انت اللي فرض عين عليك تصلح، لان انت الراجل، انت القيم، انت المسؤول عن المؤسسة دي اللي اسمها عش الزوجية. بشكر زميلاتي الأعزاء على الحلقة الأكثر من رائعة. شكرا يا ياسمين، نورتنا. بشكر الضيفة الجميلة اللي نورتنا وشرفتنا. وشك حلو علينا على فكرة يا ياسمين. أنا اللي سعيدة والله جدا إن أنا موجودة معاكم. كل أحلامنا زي ما ياسمين بتقول. يا رب أنا متفائلة خير بيا ياسمين. سعيدة بيكم جدا، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة قوية جدا، وهنفتح كل الملفات اللي تخص الأسرة وتخص بيت العيلة. وانتظرونا مع بيت العيلة، تأملات إنسانية.